هنروح لاخبارنا، نبتدي بكره اليد. كره اليد بقياده مستر ديفيد ديفيز، الحمد لله ماشيين بشكل جيد. كان عندنا مباراه مهمه جدا مع نادي طلائع الجيش المحترم، وانتهى بفوز النادي الاهلي بنتيجه 29-28. الشوط الاول كان خلص فرق 4 اهداف 15-11، بعد كده نادي طلائع الجيش قلل الفارق لهدف واحد، وطبعا ده في الجوله السابعه من دوري المحترفين في الموسم في الدور الثاني، جوله سابعه في الدور الثاني. الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره، وفرقتنا باذن الله هتلعب الماتش اللي جاي مع البنك الاهلي، وده هيكون يوم الخميس اللي جاي باذن الله. الفرقه ماشيه كويس بس الدوري صعب. انا بقول لكم سموحه عامله فرقه كويسه جدا، عندك طلائع الجيش فرقه هايله، البنك الاهلي فرقه كويسه جدا، الزمالك المنافس التقليدي، يعني الحقيقه عاملين شغل كويس قوي. ومن ضمن الاخبار برضو اللي سمعتها انه هيبقى تقريبا 5 أو 6 مايو هيبقى السوبر، كاس السوبر الافريقي. فده هيجي لكم بالتفصيل في الخبر اللي بعد كده، يعني انا الشيء بالشيء يذكر بس انا اقول لكم بالتفصيل في الخبر القادم. شباب يد الاهلي كان عندهم مباراه مهمه برضو مع نادي الزمالك في دوري مرتبط المحترفين، هم مرتبطين لسه مع الفريق الاول، ودول مواليد 2002 بقياده المدير الفني القدير نجم مصر والنادي الاهلي السابق كابتن اشرف عوض. حقق الفوز طبعا بنتيجه 28-24، ودي الماتش كان اتلعب على صاله نادي طلائع الجيش، وسيطر وفرقتنا سيطرت في البدايه من البدايه للنهايه. وعايز اقول حاجه كمان، ان ده اخر مباراه للجيل ده خلاص قصاد بعض، يعني مواليد 2002 اللي عندهم 21 سنه دلوقتي، ده طبعا فرحه اللاعبين بعد انتهاء المباراه والسجود لله سبحانه وتعالى. و اللي عايز اقوله انه المباراه دي اخر مباراه للجيل ده، الجيل ده اهلي وزمالك مش هيلعبوا قصاد بعض تاني، قد يلعب يعني الفرقه دي اللعيبه دي تلعب تاني، قد تلعب قصاد بعض تاني بس في على مستوى الفريق الكبير، ولكن خلاص دي اخر مباراه اهلي وزمالك في جيل 2002 اللي كان بقياده الكابتن اشرف عواد. السنه الجايه بقى هيبقى 2003 هم اللي هيبقى عليهم الدور عشان يلعبوا هذا السن يعني او المرحله السنيه.